بوضوح أشوفك الموت حتى ترضى بالسخونة. مثل شعبي يجسد موقف الرافضين للإقليم وطريقة تعاملهم مع المطالبين أو الداعمين لهذه الفكرة الدستورية. القصة وما بها، الأصوات المطالبة بالإقليم ارتفعت وبشكل كبير لدرجة تم تحديد المحافظات التي ستكون ضمن الإقليم السني والموعد اللي راح يتم به طرح فكرة الإقليم بشكل رسمي. يقابل ذلك تحرك أو نشاط مريب لداعش في كركوك وصلاح الدين وديالة. هنا أكو قراءتين. القراءة الأولى الداعمة للإقليم تقول أنه مجرد طرح فكرة الإقليم أكو جهات فاعلة تصنع تحرك داعش بمحافظاتنا لوعد هذه الفكرة. أما القراءة الرافضة للإقليم فتقول أنه داعش هو من يستثمر طرح هذه الفكرة وبدأ ينشط ويهدد هذه المحافظات. لكن مو القائد العام للقوات المسلحة قال قبل فترة أنه داعش انتهى وما عاد يشكل أي تهديد، ولهذا السبب راح نطلع الأمريكان ونحتفل بخروجهم. لو الموضوع حب وحكي وكره وحكي، لكن خلاصة هذه المواجهة هو أنه داعش لا زال موجود ويهدد، وفكرة الأقاليم لا تزال مطروحة أيضاً.